عرج ضاء لك السبيل، ألا عرج ضاء لك السبيل على ربع الأحبة يا رسول. ولا تعدل يمينا أو شمالا، فإن أمامك السوح الأهيل، وإما ذبت من عطش فأورد حياضا ماؤهن السلسبيل. حياضا للأحبة ليس يبقى لشارب مائها أبدا غليل. حياضا للأحبة ليس يبقى لشارب مائها أبدا عليل. ونادي بساحة النادي جميلا، ونادي بساحة النادي جميلا، يلوح لعينك الوجه الجميل، يلوح لعينك الوجه الجميل. جميل ليس يبخل بالعطايا، جميل ليس يبخل بالعطايا، وليس يؤوده الخطب الجليل، وليس يؤوده الخطب الجليل. فاستنخ المطايا، فثم عليك قاد وجب النزول، النزول. وعفر في الثرى وجها وخدان، فذلك من تحيته قليل، قليل. وسل ما شئت مسكينا ذليلا، وسل ما شئت مسكينا ذليلا، يعينك أو ينيلك أو يقيل. ولا تستعظمن سؤال شيء، ولا تستعظمن سؤال شيء، فإن عطاؤه جم جزيل. وعرض يا رسول لهم بذكري، وعرض يا رسول لهم بذكري، فإن لسان معذرتي كليل، كليل. وكل شافعا بالوصل إني محب، والمحب هو الذليل، محب قد أسات وطال هجري، و
ولا أدري هنالك ما أقول أقول فمهما شئت قل إني كئيب ومهما شئت قل إني عليل عليل ومهما شئت قل إني أسير ومهما شئت قل إني قتيل قتيل وخذ لي من إشارته جوابا يخف بلفظه الحمل الثقيل ألا عرج أضاء لك السبيل على ربع الأحبة يا رسول دلنا على ربع المحبوبين ادخلنا في حماهم الأمين وجعلنا من الفائضات وجودي من المتلقين لفائضات وجودي من المتلقين ويجعلنا بعين العناية منظورين ويجعل لنا مدد وافر في كل شان وفي كل حال وفي كل حين ندرك به سر العبودية وسر العبادة وسر الصيام وسر القيام وسر التلاوة للقرآن وسر الصدقة وسر الصلة للأرحام وسر البر للوالد للآباء والأمهات وسر الإحسان إلى الجيران وسر فواضل الأخلاق والأوصاف وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن رسخ قدمه في صدق الإقبال عليه وفي صدق الوجه إليه وفي حسن الوفاء بعهده الذي عهدنا عليه وأن يقبل بوجه كريم علينا ويجعل لنا من موائد رمضان من موائد أيامه من موائد رياليه من موائد نفحاته كلها وموائد هباته ونظراته المحبوبي في رمضان كله نصيب وافر وحظ كامل تام نبلغ به المرام فوق المرام ويكشف الله بعنا الغمة وعن جميع أهل الإسلام في كل مكان يحول الأحوال إلى أحسنها ويختمنا أجمعين بأكمل الحسناء وهو راض عنا ويرحم موتانا وأحيانا برحمته الواسعة ويرفعنا مراتب قربه الرافعة في خير لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.